هنا فلسطين، حيث الحسم للأفعال للأقوال أو الشعارات. مع بدء التصعيد في الأراضي المحتلة تحركت الآلة الإعلامية لدول طالما كانت فلسطين بالنسبة لهم عبارة عن قضية للمتاجرة، إما للتمدد في المنطقة كإيران أو محاولة كسب الشعبية في العالم العربي كتركيا. كانت كل ردود الفعل التي خرجت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأتباعه عبارة عن شجب وتنديد ودعوات في المطلق ووعود يعرف الجميع أنها لن تتحقق، لدرجة أن الفلسطينيين سخروا في هتافاتهم من شعارات أردوغان وتساءلوا أين هو؟ في المقابل تحركت مصر بقوة وأخذت زمام المبادرة في وقت مبكر لدعم الفلسطينيين بالأفعال للأقوال. انطلاقا من المسؤولية القومية لمصر إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لم تكن مصر لا تقف صامتة إزاء كل هذه الانتهاكات. تجلى ذلك في توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة ما يحتاج له قطاع غزة من احتياجات إغاثية وطبية، وبالفعل توجهت عشرات الشاحنات إلى القطاع وفتح المعبر لاستقبال بل الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم في المستشفيات المصرية، في مشاهد أكدت أن مصر طالما كانت السند الحقيقي للشعب الفلسطيني على اختلاف توجهاته. لم تكتفي مصر بذلك، بل خصصت 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. غير أن مصر لم تكتفي بدعم الفلسطينيين على الصعيد الإغاثي والإنساني فحسب، بل كانت أولوية القاهرة هي حماية الشعب الفلسطيني. نعود للاستقرار للقطاع والبقية الأراضي الفلسطينية، ده اللي احنا بنسعى ليه وبنتحرك ليه. تحركت الوفود الأمنية المصرية إلى غزة وتل أبيب لوقف إطلاق النار، وكان انحياز مصر للفلسطينيين لدرجة أن الوفد الأمني المصري غادر تل أبيب متحفظا على استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية، وأن القاهرة قررت الرد على الرفض الإسرائيلي للهدنة بتجميد عدد من الملفات مع تل أبيب. ورجح مراقبون أن فتح مصر لمعبر رفح وضخ المساعدات للقطاع واستقبال المصابين لعلاجهم في المستشفيات المصرية كان رسالة حاسمة من القاهرة أنها ستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين حتى النهاية، وأن مصر لن تتركهم وحدهم في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية. جهود مضنية بذلتها مصر على مدار 11 يوما منذ بدء التصعيد في الأراضي المحتلة تكللت أخيرا بنجاح القاهرة في التوصل إلى وقف إطلاق النار ليتنفس الفلسطينيون الصعداء، بعدما تمكنت مصر بدعم عربي واسع من حقن الدماء وتحقيق التهدئة وحماية الفلسطينيين. كل احترام للسيسي ولكل أبناء شعبنا المصري الحبيب. تحيا مصر، كل التحيات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان لافتا أن دولة كبرى ومؤثرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أن مصر هي من أبلغتها بموعد وقف إطلاق النار في منطقة ظلت لأيام في صدارة الأخبار العالمية، ما أكد أهمية الدور المصري المؤثر والحاسم في المنطقة. Gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. لم يقتصر دور مصر على التهدئة في الأراضي المحتلة، بل ستتولى أيضا مراقبة وقف إطلاق النار عبر وفودها الأمنية. خلال جولة التصعيد الأخيرة تحركت الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية، وفي قلبها مصر التي واصلت دورها التاريخي في حماية الفلسطينيين والضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى قبوله بوقف إطلاق النار. وكان إنجاز القاهرة محل شكر وإشادة من الشعب الفلسطيني الذي اعتبر أن ما قامت به مصر ليس جديدا، فمصر كانت وما زالت الداعم الرئيسي للفلسطينيين بالأفعال وليس الأقوال.